فلذا على الإنسان أن يلجأ إلى الله في كل وقت وحين، وأن يحصن نفسه بما ورد عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما يأتي إلى النوم، يريد الخروج إلى النوم، كان يتوضأ، يتوضأ وضوء الصلاة، ويأتي إلى فراشه فينفضه. هل في مستقذرات فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء فراش أنظف منه؟ ماشي. ولكن على ماذا كان يرقد؟ على حصير بالي. جاء عمر رضي الله عنه فاروق، وجد النبي صلى الله عليه وسلم رقد على حصير علم في جنبه، خيوطه، خيوط الحصير علمت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر، بكى الفاروق، قال له الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمر تبكي؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الأستندس والاستبرق، وأنت تنام على الحصير الذي علم في جنبك يا رسول الله. قال: يا عمر، إن لهم الدنيا ولنا الآخرة، ألا يرضيك؟ قال: نعم رضيت يا رسول الله. قل لهم الدنيا، خلهم يأخذ الدنيا، الاستندس والاستبرق والحرير كل لهم، نحن لنا الآخرة، ما نريد شيء من هذه. ومع ذلك ما يوجد الآن عندنا نحن المسلمين وفي العالم ما لم يوجد كان في كسرى وقيصر، أو في مملكة، أو في إمبراطورية الشرق، إمبراطورية فارس، وإمبراطورية الغرب، إمبراطورية الروم. هل كان عندهم طائرات؟ هل كان عندهم سيارات؟ هل كان عندهم شيء؟ أبدا، ولا مروحة كان معهم، ما يعرفوها، كان يذهبوا بخلقة وملهبة مالخوص كما احنا أول كنا قبل 50 سنة. وهكذا كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام إذا أراد النوم، وينفض فراشه. في شيء؟ ما في شيء، لكن لعل وعسى، لعل يعني تحسب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن سنة وتطبيق السنة الإنسان يوقر عليها، تكتب له الملائكة إنه طبق السنة في كذا. وكما ذكرنا، طوبى لمن أحيا سنتي عندما يميتها الناس، وعندما يغفل عنها الناس، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينفض فراشه نفضا خفيفا. والفراش أيها الإخوة الآن وفير، غرفة نوم، سرير يوسع 4 لـ2، يقلب الفراش في الشتاء برانيس يكون فوق يتغطيه بها، الشراش يفتحت في الشتاء، في الصيف تقعد البرانيس تحت، خلى الشراش فوق، ومع ذلك فيها غبار، وربما يكون فيها نمل، وكثير من البيوت تشتكي من النمل الأحمر. ما أن يرقد، وإلا يقولك ما قدرت أرقد البارحة، مالك؟ قال: كل ما جيت أرقد قرصتني نملة. ما طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتقرصك مال النملة؟ أتقرصك النملة؟ أتقرصك الفشخون؟ ويلدغك الدبور الدبي؟ وتلدغك العقرب؟ وربما حية تحت السرير، وربما يك الحية شيطان. نعم، لأن دخل البيت ولم يذكر الله، فدخلت معه الشياطين، دخلت معه المراحيض، ودخل معه تشاركه الأكل والشرب، وتدخل معه تشاركه النوم. إذن كان ينفض أيضا فراشه عليه الصلاة والسلام، ثم يجمع كفيه الشريفين فينفث فيهما بالمعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 3. وينفث هكذا، ويمسح بها وجهه وراسه، واليسرى على اليمنى، واليمنى على اليسرى، وعلى صدره، وعلى ظهره، وما وصلت يداه من بقية جسمه، حتى أطراف أصابع قدميه الشريفين. هذا إيش؟ ما يفعله قبل النوم. من يفعل ذلك هل يتوقع أنه شيئا يؤذيه في نومه؟ خاصة أنه استحضر إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله. هل يؤذيه شيء حتى يصبح؟ لا، يقيض الله له ملك عند رأسه يحرسه
يستغفر له ويدعو له طول الليل.